الباقة الثانية هي الباقة العطرية الريفية أو الميغو بوا، وهي باقة عطرية فرنساوي أساسها البصل والكرفس والجزر، وممكن في بعض الحالات نزود لها الثوم خصوصا في حالة الأسماك أو الفراخ أو الطيور اللي بتكون زفرة شوية. الميغو بوا بنقطع له البصل مكعبات كبيرة، وبنقطع له كمان الكرفس مكعبات نفس الشكل اللي قطعنا به البصل، وبنقطع الجزر ممكن حلقات أو مكعبات زي ما انتوا عايزين. بعدين بناخد كل الحاجات اللي قطعناها دي وبناخدها على الحلة، بنشوحها في شوية زيت زيتون يستحسن طبعا أو زيت نباتي،